بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم عن ماكينة الديزل، هذه التي تعتبر المحرك الأولي أو البرايم موفر للمولد الكهربائي. وحقيقة أن هذا الموضوع يدرس في الهندسة الميكانيكية تحت عنوان عريض اسمه آلات الاحتراق الداخلي Internal Combustion Engines، لكن لابد لمهندس الكهرباء الذي يتعامل مع هذا المولد الكهربائي العامل بطاقة الديزل أن يكون ملم على الأقل بأساسيات هذه الآلة، مكوناتها، طريقة عملها، والأعطال المتوقع حدوثها لهذه الماكينة. ماكينة الديزل تعتبر نوع من أنواع آلات الاحتراق الداخلي الـ Internal Combustion Engines، بمعنى أنه عملية الاحتراق أو إنتاج الطاقة تتم داخل الآلة. ومن الأمثلة الأخرى على آلات الاحتراق الداخلي المحرك المستخدم في الطائرات، محرك النفاث اللي يستخدم توربين الغاز، أيضا هناك عملية الاحتراق تتم داخل هذا المحرك. ومن الأمثلة على آلة الاحتراق الخارجي الـ External Combustion Engine الآلات اللي كانت تستخدم في القطارات البخارية، هذه بيتم إحراق الوقود سواء كان الفحم أو الخشب أو النفط في أفران وبويلرات خارجية، وبيتم استخدام هذه الطاقة الحرارية لتسخين المياه والحصول على بخار وتزويد هذا البخار لهذه الآلة. عملية الاحتراق بتتم في الخارج، خارج الآلة، على عكس آلة الاحتراق الداخلي لموضوع البحث بتتم فيها عملية الاحتراق داخل الآلة نفسها. في هذا المولد الكهربائي نحن بحاجة إلى طاقة ميكانيكية، طاقة حركية تقوم بتدوير الروتر من أجل إنتاج طاقة كهربائية للستيتور. هذه الطاقة الحركية سنحصل عليها من خلال ماكينة الديزل بإحراق مادة الديزل. فما هو نوع وما هو مقدار كمية الطاقة الموجودة في هذه المادة النفطية في هذا النوع من الوقود؟ المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل هي عبارة عن مركبات من الهيدروجين والكربون، فيها طاقة كيميائية عالية، إذا زودناها بقليل من الحرارة سينتج هناك تفاعل كيماوي تنطلق معه كمية هائلة من الطاقة. وكون السلسلة المكونة للديزل أطول من تلك الخاصة بالبنزين، فالطاقة الناتجة عن إحراق الديزل أكثر تقريبا 15% من الطاقة اللي نحصل عليها من إحراق البنزين. وكأرقام، فالطاقة اللي نحصل عليها من إحراق الديزل تقريبا 36 مليون جول لكل لتر من الديزل، أو بالوحدات الكهربائية تقريبا 10 كيلو وات ساعة، كيلو وات أور لكل لتر من الديزل. لكن مش كل هاي الطاقة الناتجة عن الديزل بتم تحويلها إلى طاقة حركية لماكينة الديزل، يعني أقصى الحالات لا تزيد عن 50%، من 30% إلى 45%، المعدل تقريبا 37%، في السيارات والشاحنات الكبيرة ممكن تصل إلى 45%، هناك فوائد كثيرة كحرارة واحتكاك داخل ماكينة الديزل. الآن نريد أن نرى كيف تتم عملية إنتاج الطاقة داخل ماكينة الديزل. ولتسهيل فهم تركيب وعمل هذه الآلة سنتكلم في البداية عن آلات الاحتراق الداخلي في السيارة، كون هذا الشيء من الأمور المألوفة في الحياة اليومية ويساعد على فهم هذا الموضوع. سنتكلم عن محرك البنزين ومحرك الديزل في السيارة، وبعد انتهاء من فهم هذا الموضوع بننتقل لماكينة الديزل الخاصة بالمولد الكهربائي. ليس المقصود من هذا التشعيب، وإنما على العكس تماما، هو تقريب الفكرة من خلال استخدام شيء ملموس اللي هو ماكينة السيارة. الشيء الثاني لمعرفة ميزات محركات الديزل على محركات البنزين، ومن ناحية أخرى فهم سبب اختيار مادة الديزل كمادة وقود بدل من البنزين. طبعا هناك فروقات ما بين محرك السيارة ومحرك الديزل الخاص بالمولد الكهربائي. يعني على سبيل المثال في المحرك الكهربائي احنا بحاجة ان السرعة تكون دائما ثابتة، السرعة التزامنية synchronous speed، يعني 3000 دورة في الدقيقة أو 1500 دورة في الدقيقة وظلها ثابتة على هذا المقدار. لكن في السيارة ممكن تكون السرعة 800 دورة في الدقيقة، 1000 2000 3000 5 6 إلى آخره، بتغير حسب الاستخدام. شيء آخر أنه في المولد الكهربائي هذه الماكينة، ماكينة الديزل، مرتبطة مع الألترنيتر المولد الكهربائي عن طريق ارتباط مباشر، بينما في السيارة هذه الماكينة ترتبط مع نظام المحرك للسيارة عن طريق ما يسمى بالقابض أو الكلتش، ارتباط مش مباشر، وفروقات أخرى. لكن
فهم ماكينة السيارة وكيف تعمل كونها شيء مألوف بالنسبة لنا راح يساعدنا كثير في فهم الماكينة الخاصة بمولدات الكهرباء في محرك السيارة سواء كان ديزل أو بنزين. النوع اللي منتشر غالبا هو رباعي الأشواط فور ستروك بسموها الآلات رباعية الأشواط. هاي الأشواط الأربعة هي كالتالي: الشوط الأول يسمى السحب أو الشفط الإمتيك، بتم سحب كمية الهواء اللازمة للاحتراق أو الاشتعال. الشوط الثاني بتم ضغط هذا الهواء، مرحلة الضغط كومبريشن. الشوط الثالث حين يسمى الاحتراق أو الاشتعال أو الانفجار اللي هو الباور، حيث يتم اشتعال أو احتراق المادة النفطية داخل الآلة. وفي الشوط الرابع اللي هو شوط الإكزوست أو العادم بيتم إخراج الغازات الناتجة عن الاحتراق إلى خارج الآلة. كيف تتم هذه الخطوات داخل الماكينة؟ لو جبنا حيز محصور يمكن ضغطه، وضعنا فيه كمية من الهواء وكمية ضئيلة جدا، نقطة أو نقطتين من مادة نفطية مثل البنزين أو الديزل، بعد أن تم ضغط هذا المزيج وأغلقنا هذا الحيز بغطاء، هذا الغطاء كافي لتحمل هذا الضغط اللي وفرناه في البداية، ووضعنا على هذا الغطاء ثقل معين ولنقل حبة بطاطا مثلا، وقمنا بإشعال هذا الوقود نخرج كمية هائلة جدا من الطاقة تكفي أن تقذف حبة البطاطا هاي إلى علو يزيد عن 100 متر. هذه التجربة البسيطة سنستخدمها كأساس لبناء الهيكل الأساسي لآلية الاحتراق الداخلي، سواء كانت بنزين أو الديزل، سواء كانت للسيارة أو لمولد الكهرباء العامل بالديزل. نريد أن نستفيد من هذه الطاقة، أن نحولها إلى شغل يمكن الاستفادة منه. راح نقوم بالتالي نفس الحيز اللي تكلمنا عنه هذا، راح نأمن له غطاء، لكن هذه المرة غطاء يتحمل ضغط عالي جدا، الضغط الناتج عن عملية الاحتراق أو الاشتعال أو الانفجار للمادة النفطية. وسنجعل الأداة التي تضغط هذا الحيز المحصور مرنة، وبالتالي في هذه الحالة إذا قمنا بعملية الاشتعال ونتجت كمية الطاقة ستقوم بتحريك هذه الأداة الضاغطة، راح نسميها المكبس أو البستون، تضغطها بقوة هائلة جدا ناتجة عن عملية الاحتراق. إذا صار في عنا حركة، هذه الطاقة الكيميائية اللي كانت موجودة في هذا الوقود تحولت إلى طاقة حركية دفعت بهذا المكبس الضاغط هذا البستون إلى أسفل، وبالتالي تمكننا من الحصول على طاقة حركية. لكن نريد أن نكرر عملية الاشتعال هذه حتى نستمر في إنتاج هذه الطاقة الحركية. فبمجرد أنه حصلت عملية اشتعال نتج الطاقة، تحرك الجسم الضاغط المكبس إلى الأسفل، نريد لهذا المكبس أن يرجع مرة ثانية إلى الأعلى نقطة البداية، ونقوم بالإشعال مرة ثانية وليتحرك مرة ثانية وتتكرر هذه العملية. إذا قمنا بذلك سنحصل على هذه الحركة الترددية ذهابا وإيابا. لكن نحن في سواء ماكينة السيارة أو ماكينة مولد الديزل بحاجة إلى حركة دورانية، نريد أن نحول هذه الحركة الترددية إلى حركة دورانية، بمعنى نريد أن نحصل على حركة بهذا الشكل، حركة دورانية ناتجة عن هذه الحركة الترددية. هذا يمكن أن يتأتى إذا قمنا بتصميم العمود، عمود الدوران هذا بهذا الشكل، ولجعل هذه الحركة الدورانية منتظمة نوعا ما سنقوم بتوفير ثقل موازن كاونتر ويت على عمود الدوران هذا حتى تصبح العملية متوازنة بشكل ما. هذا الثقل الموازن كاونتر ويت راح ينظم العملية أكثر، راح تكون عملية الدوران أكثر نعومة متوازنة. لكن هذا ليس كافيا، لأنه إحنا الحركة اللي بنحصل عليها هي الحركة الترددية. ابتداء قمنا بإنزال المكبس الأسفل لتوفير كمية الوقود والهواء اللازمة، ثم قمنا بعملية الضغط إلى الأعلى، بعد ذلك حدث الانفجار، تحرك المكبس الأسفل لكن الآن بتسارع عالي جدا، بعد ذلك سيتحرك للأعلى ليطرد نواتج الاحتراق العادم الإكزوست. في هذه الحركة الترددية في عدم انتظام
التسارع في أحد الأشواط أكثر من الأشواط الأخرى، وبالتالي احنا بحاجة لشيء ينظم العملية أكثر من الثقل الموازن. لذلك راح نستخدم دولاب نثبته على هذا المحور. هذا الدولاب راح يكون كمخزن للطاقة، لما يكون تسارع عالي جدا في طاقة عالية راح يخزنها ويطلقها في حالة التسارع الأخف، وبالتالي راح يكون نوعا ما هناك في انتظام في عملية الدوران في توازن. هذا الدولاب راح نسميه الفلاي ويل أو الحذافة. هذا مخزن للطاقة ينظم عملية الدوران بشكل أكثر نعومة. إذن بهذه الطريقة حصلنا على طاقة حركية دورانية نستفيد منها في تدوير المعدة سواء كانت السيارة أو المولد الكهربائي. بعد أن تم لنا هذا، الآن يتبقى علينا تنظيم عملية الاحتراق في داخل هذا الحيز المغلق داخل هذه الإسطوانة. ولتنظيم عملية الاحتراق داخل هذه الإسطوانة لابد لنا ابتداء أن نفهم ما هو الاحتراق أو الاشتعال، وما هي متطلباته، وما هي الفيزياء التي تحكمه. كي تحصل عملية الاحتراق لابد من توفر ثلاثة عناصر رئيسية، هي الوقود والأكسجين والحرارة. إذا توفرت هذه العناصر الثلاث، وأحيانا بحطوها على مثلث يسمى مثلث النار أو مثلث الاحتراق، بإمكاننا نحصل على الطاقة المطلوبة. الآن في عنا هناك فرق ما بين البنزين والديزل. البنزين ممكن يتبخر على درجات منخفضة جدا، ممكن على ناقص 43 درجة مئوية يتم هذا التبخر. ولذلك هناك ما يسمى بدرجة الوميض الفلاش بوينت، اللي هي أنه هذه المادة مادة الوقود إذا تم توفير شرارة لها إمكانها أن تشتعل عند درجة حرارة معينة. البنزين ممكن عند ناقص 43، الديزل لزج صعب أنه يتفاعل مع الهواء، ودرجة الوميض له حوالي 52 درجة مئوية. ولذلك يوصف البنزين بأنه مادة قابلة للاشتعال فليمبل، بينما الديزل مادة قابلة للاحتراق كومبستبل. حتى البنزين لما يشتعل بنلاحظ أنه لون اللهب له تقريبا أزرق، بينما الديزل لون اللهب أصفر. اللون الأصفر يدل على احتراق غير كامل، وعادة بيكون هناك يعني مخلفات اللي هي جسيمات الكربون غير المحترقة اللي يسموها السخام أو السوت. البنزين بحدث تقريبا عملية احتراق كاملة، وبالتالي إذا أردنا أن نقوم بعملية الاحتراق داخل آلة الاحتراق الداخلي يجب أن نتعامل بطرق مختلفة مع الاثنين. البنزين كونه سهل يتفاعل مع الهواء ممكن نقوم بخلط المادتين قبل ما ندخلهم لغرفة الاحتراق الكومبشن تشامبر، وبالتالي نعطيهم شرارة بعد عملية الضغط بتتم عملية الاحتراق. هذه الشعلة بيتم تزويده فيها عن طريق ما يسمى بشمعة الاحتراق سبارك بلد، يسموها البوجيات. هذه بيتم إنتاج الشعلة فيها عن طريق فولتية عالية في بسيارة البنزين ملف، هذا الملف بتغذى من البطارية، بيتم قطع الدارة وتوصيلها، بحدث انهيار في المجال المغناطيسي، ترتفع الفولتية لقيمة عالية جدا من 12,000 أو 20,000 حسب نوع السيارة أو حجمها، وبتؤدي إلى وجود سبارك شارع عند رأس البوجية هي اللي بتأدي للاحتراق في محركات البنزين. في الديزل بيتم في البداية ضغط الهواء لوحده في درجة انضغاط عالية جدا أعلى بكثير من تلك المستخدمة في البنزين، وإلى أن يصل إلى درجة أعلى من درجة الاشتعال الذاتي. وإذا توفر لنا ذلك قمنا بضغط بدرجة انضغاط عالية جدا، وصلت درجة حرارة إلى درجة أعلى من درجة الاشتعال الذاتي، تحدث عملية الاحتراق دون الحاجة إلى شرارة. المقصود بنسبة الانضغاط أنه لما يتحرك المكبس داخل الاسطوانة في حركته ما بين النقطة الميتة السفلى في حجم هناك، ولما يصل للنقطة الميتة العليا هناك أيضا حجم للغاز المضغوط، إذا قسمنا هذا على ذاك نحصل على نسبة الانضغاط. لذلك وكمثال أخذنا سيارتين جولف اثنتين موديل 2015، واحدة بتعمل عن طريق الديزل TDI، واحدة بتعمل عن طريق البنزين TSI. نسبة الانضغاط في السيارة اللي محركها بنزين تقريبا 9.6:1، بينما تلك العاملة بالديزل تقريبا 16.2:1. هذا الشيء بتطلب انه محرك الديزل يكون اكبر حجما من محرك البنزين، قطعه ومواده
أكثر صلابة وقسوة من تلك الخاصة البنزين، ولذلك دائما سيارة الديزل أغلى من سيارة البنزين. والآن إذا بنجهز لإصطدام عمل الاحتراق لابد أن يكون عندنا فتحات محكومة بصمامات لإدخال مادة الاشتعال اللازمة سواء كانت هواء أو المادة النفطية، وأيضا هناك صمام لإخراج المواد الناتجة عن الاحتراق هي العادم الإكزوست، ويجب أن يتم التحكم بتوقيت فتح وغلق هذه الصمامات، ويجب أن تكون عملية التحكم دقيقة جدا. لذلك راح نوفر فتحات في هذه الاسطوانة، فتح لدخول الهواء أو الهواء والوقود، وفتحة لخروج العادم. هذه الفتحات الهواء أو الهواء والوقود والعادم يجب أن يتم التحكم بها كالتالي: في البداية لابد من سحب كمية الهواء اللازمة أو الهواء والوقود في عادل البنزين، ويتم ذلك عندما يكون المكبس الضاغط البستون في أعلى نقطة ويتحرك للأسفل ويصنع فراغ فاكيوم خلفه. هذا الفراغ أو الفاكيوم مقارنة مع الضغط الجوي الخارجي أقل منه بكثير، فلذلك رح يندفع الهواء أو الوقود من هذه الفتحة إلى أن يصل هذا المكبس الضاغط إلى أقل نقطة. عندما يصل إلى أخفض نقطة يغلق، لابد من إغلاق هذا الصمام، صمام دخول الهواء أو المادة النفطية أو مزيجهم. الآن راح يتحرك هذا المكبس للأعلى ضاغطا هذا الهواء أو هذا المزيج. في هذه الحالة لابد أن يكون الصمامين، صمام المأخذ وصمام العادم، مغلقين. الآن تم عملية الضغط إلى أن يصل إلى أعلى نقطة وتحدث عملية الاشتعال، رح تنتج عن طاقة عالية جدا تدفع بهذا المكبس للأسفل. مجرد ما يصل المكبس إلى أخفض نقطة المفروض يفتح الصمام الخاص بالعادم، وفي حركة المكبس الأعلى يتم طرد هذا العادم الإكزوست إلى الخارج لتبدأ بعد ذلك دورة أخرى مماثلة. إذن وكما هو ملاحظ هذه الصمامات يتم التحكم بها حسب سير المكبس. حركة سير المكبس هذه للأعلى والأسفل تنعكس على العمود، عمود الدوران اللي راح نسميه العمود المرفقي أو عمود الكرنك، الكرنك شافت. فلذلك هذا التوقيت اللي احنا ندور عليه للتحكم لابد أن يكون مرتبط بهذا العمود، ولذلك هاي الصمامات راح نتحكم بفتحها وإغلاقها عن طريق ربطها مع عمود. هذا العمود يستمد حركته من العمود المرفقي. لكن هون في عندنا ملاحظتين. أول شيء في فرق ما بين سرعة دوران هذا العمود اللي راح يتحكم بالصمامات وما بين دوران العمود المرفقي. بالنسبة للعمود المرفقي احنا قلنا في عندنا أشواط، شوط بيتم فيه السحب أو الشفط، والشوط الثاني بيتم فيه الضغط، الشوط الثالث الاشتعال أو الاحتراق أو الانفجار الكومبوسشن، والشوط الرابع هو العادم. كل شوط بحرك المكبس حركة كاملة ذهابا أو إيابا. هذا منتج عنه دوران العمود المرفقي لكل شوط 180 درجة، وبالتالي الأشواط الأربعة فيها 720 درجة، يعني بدور العمود المرفقي دورتين. لكن العمود اللي بيتحكم في الصمامات لابد أنه يدور دورة واحدة فقط، وإلا ما بيصيرش فيه التزامن المطلوب، وبالتالي سرعة هذا العمود، العمود اللي بيتحكم في الصمامات هي نصف السرعة اللي بيتحرك فيه العمود المرفقي. ولذلك لما نثبتهم بسير أو بقشاط مع بعض عن طريق مسننات أو جيرز بنلاحظ أنه الجير أو المسنن العلوي تقريبا قطره ضعف السفلي حتى يتم هذه المعادلة. هذه واحدة. الشيء الثاني قلنا بالعمود المرفقي حول الحركة الترددية، الحركة الخطية حولها لحركة دورانية. هذه الحركة الدورانية نقلناها للعمود اللي بتحكم في الصمامات، فتح وإغلاق الصمامات. لكن الآن الصمامات تتحرك حركة خطية، إذن الآن لابد أن نعمل العكس، لابد أن نحول الحركة الدورانية إلى حركة خطية. هذا بيتم عن طريق استخدام ما يسمى بالحدبة بهذا الشكل. هذه قادرة على تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية لتضغط الصمام، ولذلك هذا العمود يسموه عمود الحدبات.
الكامشافت، أحيانا يسموه عمود الحرادين. وبهذه الطريقة اكتمل بالنسبة لنا الهيكل الأساسي لآلة الاحتراق الداخلي. اسطوانة واحدة فقط تم فيها عملية احتراق، منتج عنها طاقة، حركة ترددية خطية تحول لحركة دورانية قادرة على تدوير ماكينة السيارة أو مول الديزل. لكن هل اسطوانة واحدة تكفي؟ احنا كثير بنسمع بالسيارات 4 سلندر و6 سلندر و8 سلندر. هل اسطوانة واحدة كافية لصنع آلة؟ صحيح نعم، يعني الآلات اللي بتستخدم لقصقصة العشب هذه معظمها تشتغل بإسطوانة واحدة بس. الدراجات النارية اللي كانت سابقا في بداية الدراجات النارية كلها كانت بإسطوانة واحدة. كثير من القوارب الخشبية المستخدمة في الصين وشرق آسيا تشتغل بإسطوانة واحدة بس. لكن في عندنا مشكلة لما نستخدم إسطوانة واحدة فقط، إنه إحنا في عندنا حركة ترددية تتحول لحركة دورانية بنحاول ننظمها عن طريق الكاونتر ويت، ثقل الموازن والفلاي ويل الحداث. لكن كون الحركة الترددية هاي غير منتظمة، التسارع المكبس في شوط أكثر من الشوط الآخر، بالتالي إذا كان في عندنا إسطوانة واحدة فقط إحنا بحاجة نكبر الحذافة أو الفلاي ويل وتكون أثقل وزنا حتى تقدر تنعم أو تضبط الحركة بشكل متوازن. لذلك الآلات تستخدم إسطوانة واحدة مثل القوارب الخشبية بنلاقي دائما أنه فيها اهتزازات وتكتكة مستمرة نتيجة عدم التوازن هذا في استخدام إسطوانة واحدة بس. طيب ماذا لو استخدمنا إسطوانتين؟ في الأربعينات والخمسينات كثير من السيارات اللي اشتهرت على مستوى العالم كانت تشتغل بإسطوانتين بس، ثلاث إسطوانات. في سيارات ما زالت حتى الآن بتعمل بثلاث إسطوانات، الفورد فيستا، الفورد فوكس، البي ام دبليو اي 8، كثير من موديلات الميني كوبر الصغيرة تعمل بثلاث إسطوانات وبشكل جيد. لكن الصحيح أنه أقل عدد ممكن للحصول على توازن أمثل هو 4 إسطوانات. السبب قلنا أنه في عدم توازن نتيجة اختلاف في طبيعة الأشواط. إذا استخدمنا 4 إسطوانات بإمكاننا أنه ننظم العملية، لأنه دائما وأبدا بما أنه في عندنا 4 إسطوانات و4 أشواط، دائما وأبدا أحد هذه الإسطوانات فيها عملية الاحتراق، وبالتالي بحصل توازن أكثر. إذا زدنا إلى 6 أو 8 إسطوانات طبعا تكون عملية أفضل. وإذا أخذنا مثال 4 إسطوانات كنا نقول أنه الهيكل الأساسي لآلة الاحتراق الداخلي هو كالتالي: في عندنا إسطوانات بداخلها مكابس تتحرك بأشواط 4، شوط سحب أو شفط انتيك، شوط ضغط كومبريشن، شوط احتراق كومبشن، ثم الشوط الأخير شوط العادم أو الإكزوست، وتتكرر هذه العملية. وهذه الحركة للمكابس البكساتن عن طريق ذراع توصيل ما بين البستون وما بين العمود المرفقي، تم تحويل هذه الحركة الترددية لحركة دورانية تتنظم عن طريق الفلاي ويل مسنن ليحرك عمود الحذرات ويضبط عملية فتح وإغلاق الصمامات، وهكذا تستمر العملية ما دام هناك في وقود يزود لهذه الآلة. الآن في ملاحظة بالنسبة للفرق ما بين عملية تزويد الوقود في محركات البنزين ومحركات الديزل. بالنسبة لمحركات البنزين زي ما حكينا البنزين سهل يتفاعل مع الهواء، ولذلك بتم خلط البنزين مع الهواء قبل ضخه للإسطوانة. سابقا زمان كان يستخدم كاربوريتر، الآن في بخاخات وإنجكترز يتم التحكم بها إلكترونيا. لكن إجمالا بتم مزج الهواء مع البنزين قبل ما ينضخ للإسطوانة، وبالتالي عملية التحكم هاي بتتم عن طريق إشي بسموه ثروتل بادي، صمام تحكم بدخول الهواء، صمام فتحته بتتحكم عن طريق الأكسلريتر دواسة البنزين في سيارات البنزين بفتحة هذا الصمام، وبالتالي على ضوء هذا بتم التحكم في كمية الوقود اللي راح يتم ضخها للإسطوانة. أما بالنسبة للديزل، لعدم سهولة اختلاط الديزل بالهواء بتم في البداية ضغط الهواء إلى قيمة عالية جدا حتى تصل درجة الحرارة إلى درجة أعلى من درجة الاشتعال الذاتي، ومن ثم بتم ضخ الديزل. ولذلك
في سيارات البنزين لما تضغط على دواسة البنزين الأكسليريتر عمليا تتحكم في هذا الصمام ثروت البادي في هذه الفتحة وكمية الهواء الداخلي اللي على ضوءها راح يتحكم في كمية الوقود اللي راح يتم ضخها للاسطوانة. أما بالنسبة للديزل إذا ضغطت على الأكسليريتر دواسة الديزل أنت عمليا بتضخ وقود للاسطوانة لغرفة الاحتراق. والعكس إذا رفعنا الرجل عند دواسة البنزين سيارة البنزين إحنا عمليا نغلق الصمام اللي بيدخل الهواء ثروتل بادي وبالتالي بتأخذ السيارة في التباطؤ بشكل سلس وناعم. لكن بالنسبة لسيارة الديزل إذا رفعت الرجل عند دواسة الديزل منعت وصول الوقود إلى غرفة الاحتراق، وإذا كان المكبس بضغط في هذا الهواء داخل الاسطوانة في سيارات الديزل ما فيش وقود رفعنا الرجل عند دواسة الديزل بتم إخراج هذا الهواء عن طريق فتحة العادم فتحة الإكزوست. ولذلك في سيارة الديزل عادة لما نرفع الرجل عند دواسة الديزل نلاحظ أنه في صوت طقطقة عالي جدا طالع من السيارة الديزل نتيجة خروج هذا الهواء المضغوط عن طريق فتحة العادم. في كثير من السيارات الحديثة سيارات الديزل عالجوا هذا الموضوع عن استخدام هذه الطاقة بشكل مفيد في مثل الجاك بريك، لكن ما زال الصوت مسموع لما نرفع الرجل عند دواسة الديزل في سيارات الديزل. سعة الاسطوانة تعتبر واحدة من أهم المقاييس اللي تستخدم لقياس قدرة السيارة، وبيتم حسابها هذه الاسطوانة في إلها قطر البور وفي إلها الارتفاع اللي هو طول الشوط. فلو حسبنا حجم هذه الاسطوانة لمساحة هذه القاعدة الدائرية ضرب الارتفاع اللي هو طول الشوط وضربنا في عدد الاسطوانات بيطلع لنا رقم. هذا هو عادة اللي يستخدم في مواصفات السيارة مواصفات محرك السيارة. وعلى سبيل المثال لو أخذنا السيارة اللي تكلمنا عنها سابقا سيارة الجولف 2015 سيارة ديزل TDI، هذه لو حسبنا حجم الاسطوانة مساحة المقطع الدائري هذا في الارتفاع اللي طول الشوط وضربناه في عدد الاسطوانات اللي هو 4 بيطلع لنا رقم هو نفس الرقم اللي موجود في مواصفات السيارة اللي جاية من عند المصنع. بنلاحظ انه في سيارة البنزين انه احنا بنقدر نتحكم في نقطة الاشعال في المنطقة اللي راح يتم فيها الاشعال عن طريق هاي الشمعة الاحتراق او السبارك بلاك. في مركبة الديزل هذا الموضوع مش متوفر، الاشتعال ممكن يحدث في اي مكان داخل غرفة الاسطوانة لانه ناتج عن ضغط هذا الهواء حتى يصل لدرجة حرارة لازم الاشتعال، وبالتالي ممكن هذا الاشتعال يحدث في اي منطقة داخل الاسطوانة. ولذلك محركات الديزل دائما يكون فيها اهتزازات نتيجة هذا الاشتعال غير منتظم داخل غرف الاحتراق. أنا أتوقف هون في هذه الحلقة، في الحلقات القادمة راح نتكلم بشكل مبسط وسريع أيضا عن أمور أخرى تخص هذه الماكينة ماكينة الديزل من دورة التبريد من دورة الزيت من التيربو تشارجر الرنجات الخاصة بالبساتن القدرة الحصانية الهورس باور العزم التورك وأمور أخرى إن شاء الله.